اكبر مشكله وكارثه ممكن تعملها في شقتك وانت بتشطب هي ان انت صنايع السيراميك يقنع سعادتك بان انت تعمل في سقف المطبخ او الحمام سيراميك. ويقول لك ان الشغل ده بيبقى شغل نظيف جدا وبيدي نظافه وعلشان تنظيف السقف وكل الكلام والهري اللي انت بتسمعه. اوعى تسمع كلام صنايع السيراميك، ونصيحه مني الكلام ده مش موجود لا في الدول العربيه ولا في الدول الاوروبيه، ده ابتكار صنايعي مصري بحت علشان بس يزود الفلوس بتاعته. لذلك لو صنايعي قال لك كده ارفض بشده، لانه بكل بساطه انت معرض ان السقف ده يقع عليك في اي وقت لانه سقف غدار. ليه يا باشمهندس؟ لانه ببساطه الموضوع ده عكس الجاذبيه الارضيه، وكمان الكلام ده مش موجود في اي كتاب تصميم هندسي ولا في اي دنيا تانيه. خد بالك من الموضوع ده لانه موضوع مهم جدا، وفي فيديو هتشوفه دلوقتي ازاي السقف